الخير عليكم مشاهدينا في موعد النشرة الجوية غدوة إن شاء الله، خصوصا مع صباح الوضعية الجوية غير مستقرة، وين سماء راح تكون ملبدة على أقصى الجنوب حتى مرتفعات الهوغار، مرورا بوسط الصحراء وأيضا حتى للمناطق الشمالية الساحلية الهضاب العليا والداخلية. أمطار رعدية راح تهم منطقة الثورة ومنطقة الهضاب العليا الغربية وحتى وسط الصحراء. في الجنوب الشرقي السماء صافية الحال شباب، أيضا نفس الوضعية نلقاوها على الجنوب الغربي، زوابع رملية في منطقة الجنوب الغربي ووسط الصحراء تقدر تؤدي إلى رؤية ضعيفة خلال الظهيرة. إن شاء الله تبقى دائما الوضعية والأمطار الرعدية دائما تبقى في وسط الصحراء، منطقة الثورة حتى الهضاب العليا الغربية سماء ملبدة بسحب من النوع العالي والمتوسط على المناطق الهضاب العليا والمدن الداخلية الشرقية، ايضا حتى الوسطى سحب ايضا تمر على السواحل على كل السواحل. هذا الحال شباب على عموما اقصى الجنوب الجنوب الشرقي والغربي، دائما زوابع رمليه تهم منطقه وسط الصحراء والجنوب الغربي. درجه الحراره الدنيا لغدوه ان شاء الله راح تتراوح من 12 حتى 13 درجة على المدن الداخلية والهضاب العليا، 16 إلى 17 على السواحل، 17 إلى 18 درجة على الأطلس الصحراوي، 23 على إليزي، 25 على عين صالح، 22 درجة على تندوف، 26 على صحراء تنزروف، تريقان وأدرا، 22 أيضا نلقاوها على جانت، 21 على طمناسوت، و 26 على برج باجي مختار وعين قزام. خلال الظهيرة درجة الحرارة راح تكون منخفضة نوعا ما، وين نلقاو 24 درجة على تيارة نعامة البيض، حتى سعيدة 26 على مرتفعات الأوراس على تبسة خنشلة أم البواقي، 27 على السواحل الوسطى والشرقية، 22 درجة على وهران، 36 على تندوف، 40 على رقان، 32 درجة على عين صالح، 29 على بشار، 30 على غردية، 32 درجة على ورقلة وحتى حاسم سعود، 36 على إليزي وعين منا، 36 أيضا على طنراست، 37 درجة على جانات و 41 على تيمياوين وتنزاوات. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، بحر هادئ وجميل عموما على كل السواحل الجزائرية، درجة اتجاهات الرياح مختلفة وسرعة الرياح راح ما تتعداش 20 كيلومتر في الساعة. ختام نشاء مشاهدينا يكون بالمعلومات الفلكية لتم الجزائر العاصمة وضواحيها لغدوة الجمعة 30 سبتمبر 2016، والقشمس يكون على 46 دقيقة، أما الغروب يكون على 32 دقيقة. معلومات وتفاصيل أكثر فيما يخص الجو والبيئة وحتى الفلاحة، ما عليكم غير تتواصلوا معنا على شيخ فرحات.com. دمتم بخير.